منيح انه خلصت الحرب يعني. كثير عالم عم بتموت وعم تدمر بيوتها وكثير في عالم تهجرت يعني من لبنان. بس كمان بهذا الزمن مو يعني مو منيح لا ابدا. الاولاد اللي بعمري وبعمر غزل مثلا ما عندهم شيء يقدروا ما بيقدروا يطلعوا يلعبوا بالشارع كمان خطف وبيتعلموا شغلات من شغلات سيئة من الشارع. دور العزف هو مهم لاقي حالي هيك حابيته يعني هو مجال كتير حلو بيعبر عن مشاعر الأشخاص. ما بقدر أشتري آلات لأنه سعرهم كتير كتير غالية. وإحنا للكنيسة يعني إحنا نتدرب فيهم بالكنيسة. إحنا ما عنا غير الكنيسة نقدر نروح عليها نتعلم منها شغلات. فإلى دور كتير مهم مثلا لما ياخذونا على المخيم. إحنا ما بنقدر نطلع على مطارح تانية غير بالمخيم هذا. لما نطلع المخيم أول شيء بنحس هيك شوي إنه تغيرنا طلعنا من هذاك الجو. حس إنه هي الحياة مو دائما كئيبة مو دائما معنا حلوة في شيء أحلى بيقربنا أكثر من يسوع. وهيك بدي أقول شكرا عن جد للآي سي إن من القلب لأنه أتمنى إنكم تكملوا بهذا الشيء. شكرا لأن ساعدتونا عشان نطلع مخيمات.